سين في البداية بدي نهاية اف اكس عندما اكس تسعى للواحد بقيم أصغر. شوف الانقطاع وين موجود يا لبنى؟ عند الواحد، وطالب من النهاية عند الواحد بقيم أصغر. بتطلع للسطر الأول والسطر الثاني، للسطر الثاني لأنه هو القيم أصغر. بعوض واحد للتربيع، واحد زائد واحد اثنين في النهاية. امتى قلت بنجرب اثنين؟ وقت ما بيكون عاطيني سالب او موجب قيم اصغر ولا اكبر، وقتها بدي احل بالتنتين. عشان هيك قلت لكم انه عاطيني هو القيمه. يلا بنبدا من عند يا الله مين محمد. يلا شو محل التمرين بعده؟ يلا هون عاطيني شيء زائد ولا ناقص؟ لا. طيب شو بعمل؟ اشتغل على السطرين. مرة باخذ نهاية اف اكس 4 2 2، عندما اكس تسعى لاثنين بقيم أكبر. قيم أكبر شو بتعطيني؟ 2 زائد 2 4 تقسيم 2 2. طيب اعطيني نهاية اف اكس عندما اكس تسعى لاثنين بقيم أصغر. 6 ناقص 6 هون في عندي 2 ناقص 4 شو بتعطيني؟ معناته النهاية من اليسار هي نفس النهاية من اليمين، معناته شو الجواب؟ 2. عملي نهاية اف اكس عندما اكس تسعى لاثنين شقد؟ شو معنات هاي الجملة؟ معناتها في نهاية. برافو عليك. طيب معناته نهايته من اليمين، يعني عندما اكس تسعى لاثنين بقيم صغرى تساوي نهايته لاف اكس عندما اكس تسعى لاثنين بقيم كبرى، صح؟ طيب شو نهايته لاف اكس عندما اكس تسعى لاثنين بقيم صغرى؟ 4 للتربيع 16 على 2 ضرب اكس 4 زائد 4، صح؟ شو تساوي؟ نهاية اف اكس عندما اكس تسعى لاثنين بقيم كبرى، مين هي؟ 4 زائد 4 زائد 4، برافو عليك. هلا 16 و 4 زائد 4 شو بيعطيني؟ 4 على 4 على 1 زائد صح؟ هدول الأربعة والأربعة الموجودين هون بختصرهم شو بضل معي؟ ضل معي 1 على 1 زائد شو بتساوي؟ 1 زائد يعني قسمت على 4، صح؟ هلا صار معي 1 زائد للتربيع شو بتساوي؟ 1. هلا 1 زائد هذا المقدار بدي اخذه سالب ولا موجب؟ وش عم بيقول لي هون؟ عم بيقول لي تنتمي الى ري، يعني الجواب بدك تاخذه هو جواب سالب. تعال شوف، 1 زائد تساوي ناقص 1، و1 زائد شو تساوي؟ 1. نقول ناقص الواحد لهون شو بيطلع جوابك هون؟ ناقص 2. شو بيطلع الجواب هون؟ شو بتساوي؟ صفر. هل الصفر سالب؟ لا. لا، معناتها مين جوابي؟ ناقص 2. هلا صار دور مين؟ دور لبنى. لبنى شو معنى الجملة وقت بتقول لي نهاية اف اكس عندما اكس تسعى على 2 كي؟ شو بتفيد نهاية؟ بعوض وين؟ فوق ولا تحت؟ بعوض بالتنتين مثل ما قالت يارا. مش شو قالت؟ قال اذا كان عندي نهايه اف اكس عندما اكس تسعى لاثنين تساوي كي، معناتها في نهايه من اليمين، في نهايه، معناتها في نهايه من اليمين وفي نهايه من اليسار. بنجرب التنتين مشان نشوف اذا في ولا ما بنجرب. لا بالعكس، بناخذ تنتين بنعمل معادله ما اخذنا بشوي. اي يلا ناخذ التنتين، تنتين موجودات يعني هاي بيطلعوا قد بعض. يلا عوض بدل اكس باثنين شو بيطلع معي هون؟ 2 زائد 1 شو بتساوي؟ 2 ضرب 2 بنقص 2 16 زائد 4 16 زائد 3 يعني 19. نقول 1 شو طلعت؟ 9. اذا لانه النهايه موجوده فالنهايه من اليمين تساوي النهايه من اليسار. جواب 9. وئام. يلا هون نهاية اف اكس عندما اكس تسعى لواحد هي كي، شو معنى هذا الكلام؟ معناته نهايته من اليمين تساوي النهاية من اليسار. طيب شو هي النهاية من القيم اكبر اول شيء؟ خلينا ناخذ عوضي بدال اكس بواحد شو بصير معي؟ ناقص بي، صح؟ عوضي بدال كمان هون بالتحت يعني قيم اصغر، عوضي بواحد شو بصير معي؟ 2 زائد زائد صح؟ او شو بصير فيهم؟ بروح شو بيطلع معي؟ شو بي شو تساوي؟ 2. هذا الموضوع ابدا ما بهمني اكس تساوي 1.
ليه؟ يلا يسرع. أيوة عدد بيطلع على صفر، هذا صفر موجب ولا سالب؟ موجب لأنه في تربيع صح؟ معناته جواب إيش قد؟ زائد لنحي. برافو عليك. أربعة على صفر الموجب. لو طلع معي الجواب صفر، بس هذا الصفر سالب ولا موجب؟ دائما راح يكون موجب، ليش؟ لأنه في تربيع. شوف لو شلت التربيع، لو شلت التربيع صار عندي كم صفر؟ في عندي سالب وفي عندي موجب، وبالتالي شو بكون النهاية هون؟ يعني ما في نهاية، صح؟ انتبهوا. اي فاي. بس هون في جواب. لو كان في عندي نهاية x زائد 2 على x ناقص 2 عندما x تسعى ل 2 فراح يطلع معي مرة 4 على الصفر الموجب ومرة 4 على الصفر السالب، واحد منه زائد لنهاية واحد منه ناقص لنهاية، يعني ما في نهاية. ولكن لو حط لي تربيع وبالتالي بالحالة فيني أعرف إنه الصفر دائما موجب وبالتالي الجواب زائد لنهاية. هذا مثال بيحكي عن هذا الموضوع. إما 2 1 زائد 1 2 على صفر الموجب أو 2 على صفر السالب، معناته عندي كم جواب؟ جوابين، وبالتالي ما عندي نهاية. تمام؟ النهاية من اليمين تختلف عن النهاية من اليسار. هون هون نفس الكلام، لو عوضت شو راح يطلع معي؟ 12 على صفر. راح عوض 4، 4 للتربيع 16، بس أنا ما بعرف. بلا بنعرف أستاذ، عندنا تربيع. عندنا تربيع بس مو لكل المقام مثل قبل شوي حتى نعرف إنه صفر موجب. هون عندي أنا شو يعني قيم أصغر من الأربعة؟ يعني خذ ثلاثة، ثلاثة للتربيع تسعة، معناتها هذا صفر سالب صح؟ قيم أصغر، أو ممكن يكون بقيم أكبر. ليش؟ يعني ما دام التربيع فخلص. لا يا بنتي، لو كان هذا كله تربيع وقتها بيكون أكيد موجب. أسألك سؤال بسيط، هل هذا المقدار دائما موجب؟ مين قال إنه هذا المقدار دائما موجب؟ هذا المقدار موجب فقط إذا كان x مربع أكبر أو بيساوي 16، حتى موجب حتى من دون دون يساوي، صح؟ هيك هيك الكوب موجب، صح؟ إيه ما بصير أنا آخذ، ما بصير آخذ قيمة، خذ إكس واحد، واحد للتربيع، واحد ناقص 16 ناقص 15 سالب، فأنا مو دائما إكس مربع، أما إكس ناقص 16 للتربيع، هذا دائما دائما موجب، إكس زائد أو إكس ناقص 16 عفوا اكس مربع زائد 16 هذا دائما موجب، بس اكس مربع ناقص 16 ما بده. هي 354 355. كفي بنفس التمرين. يلا شايفين تمارين حلوه. عوض بدال اكس ب 3، 2 زائد 3 5، 3 ناقص 2 1، 5 زائد 1 6. ما بده شيء سهل. اللي بعده عم بيقول لك خذ 2 بقيم اصغر ولا بقيم اكبر؟ 2 بقيم اصغر، لو اخذت 2 بقيم اصغر هذا المقدار سالب ولا موجب؟ سالب. سالب شو بيطلع معي؟ يعني اكس مربع ناقص 4، طبعا ما كثير مهم هون، لو راح يطلع معك جواب شقد؟ كل الاحوال جواب يعني 2 للتربيع 4 ناقص 4 0. لك على اساس حكيتها اني بدي اعكسها وما عكستها، ولانه قلت ما كثير مهم فاجيت ما عكستها. اللي بعده يا لبنى، اكس بالقيمة المطلقة على اكس تساوي واحد ولا ناقص واحد؟ تساوي واحد لانه هذا صفر موجب صح؟ وبالتالي صار عندي واحد ناقص ثلاثة ضرب صفر زائد اربعة، ثلاثة ضرب صفر بتروح، شو بتطلع الجواب؟ خمسة. يا جواد، اكس ناقص اربعة عندما اكس تسعى للاربعة بقيم كبرى موجب ولا سالب؟ موجب. معناته x ناقص 4 و x ناقص 4 شو بيعطوني؟ 1 صح؟ بدال x شو بحط؟ 4. يلا بس انتم المفروض تصلحوني يعني. يعني معقول يكون الصفر اصغر من ناقص 2؟ يلا x مربع ناقص 4 بنعرف هذا المقدار سالب ولا موجب؟ طبعا طلع معنا هذا المقدار موجب صح؟ لانه خذ قيمة اصغر من ناقص 2، ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 بيطلع موجب. وبالتالي بنكتب x ناقص 2 في x زائد 2 على x زائد 2، بروح هدول مع بعض شو بضل؟ x ناقص 2.
هلا صار عندي نهاية x ناقص 2 عندما x 9 للناقص 2، شو بيطلع معي الجواب؟ ناقص 4. اللي بعده راح اعوض بدل اكس بواحد، ايش راح يطلع معي هون؟ واحد ناقص واحد صفر قيمة مطلقة. اوكي، هون في عندي واحد ناقص واحد صفر، شو جوابي؟ صفر. طبعا هون بجوز الطالب يقول لي استاذ بس قيمة مطلقة فيه لجوابين، هو صح ممكن يطلع معك ناقص واحد صفر بالقيمة مطلقة، يعني صفر سالب قيمة مطلقة، او صفر موجب بالقيمة مطلقة، هو موجب. اللي بعده هذا المقدار الموجود فوق موجب ولا سالب؟ لا الفوق، الفوق بنقدر نعرف ها هيك لانه بالقيمة مطلقة، بس مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بالمقام، هل هذا المقدار سالب ولا موجب؟ مرة راح يكون سالب ومرة راح يكون موجب، وبالتالي في عندي كم؟ في عندي 6 على 0 سالب، في عندي 6 على 0 الموجب، وبالتالي جوابي غير موجود، النهاية غير موجود. اللي بعده هون آخر واحد x زائد 5 بالقيمة المطلقة على، طالع من هون الناقص عامل مشترك، شو بضل معك جوا؟ x زائد 5. هلأ السؤال، هل x زائد 5 الموجودة هون هي سالبة ولا موجبة؟ سالبي، لأنه عندي x أصغر وبالتالي هذا سالب. إذا كان هذا سالب طعفين اختصروا مع هذا صح؟ شو راح يصير عندي هون؟ سالب واحد، سالب واحد تقسيم سالب واحد واحد. شوف هلا ما عاد يهمني لانه صار عندي نهايه الواحد، شو هي نهايه الواحد عندما اكس اس على ناقص 5؟ واحد، لانه ما عاد في متغير. هو خلص.